الرجل أربعة أنواع. النوع الثاني أنا أخسر وأنت تفوز. هذا النوع من الناس هم طيبون أكثر من اللازم، يفضلون التخلي عن أهدافهم الخاصة من أجل إرضاء الآخرين، لا يؤمنون بالصراع ويشعرون بالراحة عند نجاح الآخرين حتى لو كان ذلك يعني أنهم سيخسرون. سي جمال مرحبا بك. عرفتي وقيل علاش عيطنا لك؟ لا سيدي. ايوا سيدي، انت نوع الانسان تبارك الله عليك، قلبك بيض ما شاء الله عليك في الخدمه ديالك، الناس كاملين كيشكروك، الموظفين كاملين كيشكروك، وقديم معنا وانسان تبارك الله عليك يعني دغري. دابا سيدي قررنا لاننا نعملوا لك واحد الورقه ديال الترقيه ونزيدوك في الصالير ان شاء الله يا ربي. شكرا سيدي اللي خاطيك العزيز، ولكن بغيت نقول لك واحد القضيه. هذيك الترقيه وزياده في الصالير ما كرهتش تعطيوها لسين وردين، هو يستاهل اكثر منه. سي جمال حنا كنعرفوا شنو كنعملوا وكنعرفوا لما نعملوا الترقيه. سي جمال الله يجازيك بخير، بهذه الطريقه ديالك انت اللي غتخسر. واخا نخسر ماشي مشكل، المهم الا ترقى هو بحال اللي ترقيت انا، هو مسكين مولا وليدات وعنده واحد الطريف ديال الارض يلاه شراها كريدي، مقصح مقصح بوبري. ودابا شنو نعملوا دابا؟ واخا تعطيوها له انا ماشي مشكل تما. أول ما شفتي يا سي جمال على كارت عافاك، باقي ساكن في هذا العنوان ياك؟ اه يا سيدي. السلام عليكم. بس واحد الوكالة. الوكالة عتوكل لي سي جمال. واحد الدقيقة الله يرحم والديك، عندي واحد مكالمة. الله يرحم والديك الله يحفظك. الله مكالمة وسيد يتعطلوا علي، انا باقي لي السيد وباقي لي واحد شكاية اخرى وباقي لي واحد ابوستيل اخي نور الدين، وخلينا الله يرحمه. يصبروا معنا كلين الله يعمر راس، يصبروا معنا صاحبي. اجي غنجيب لك معايا شي لوتشي. ها ما خصني بولتشي، ما خصني بولتشي، ما عامر حتى الوجه. وصافي شرب منه شي حاجه وراه يلاه. شكرا شكرا. وتعطلتي راه ما كيبغي يمشي.